زي ما شاهدنا مشاهدينا سويا احتفال اذاعه ومحطه برو اف ام 106.6 باستلامه من الدرع الفضي من شركه يوتيوب، ويمكن هم من اوائل المحطات في السودان اللي استلموا هذا الدرع، واحنا من داخل استديوهات سودانيه 24 بنتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق والنجاح. خلونا نبارك لهم مع بعض ضيوفنا من داخل الاستوديو، الاستاذ صديق جمال هو المدير الاداري. الف مبروك، مساء الخير عليك. مساء الخير عليك علاء، ومساء الخير كمان على كل الساده المشاهدين. دائما نحن حي سودانيه 24 كالعاده دائما هي حاضره في كل زمان ومكان وداعمه طبعا للشباب، فنحن مبسوطين نكون في حضرتكم وشاركونا كمان الفرح ده. تستحقوا اكيد. بيمتد الترحاب بميساء ضو البيت، هي مدير الديجيتال ماركتينج. الف مبروك، مساء الخير عليك. مساء الخير عليك علاء، ومساء الخير على كل المتابعين ومشاهدي اس 24، وشكرا على الاستضافه، وان شاء الله يا رب نقضي وقت حلو مع بعض ان شاء الله. اكيد باذن الله. يمكن يا صديق تحت الهواء لما كنا بنحضر في الفيديو انا سالتك قلت لك انت فاجاتهم ولا هم كانوا عارفين؟ طيب انا حابب لك اجاوب على السؤال ده، لكن خلينا نبدا من نهايه يعني الفيديو اللي تابعناه وكلنا. أيوة. الخاص بالسيد المدير العام الباشمهندس مسيح ماركو، هو ذكر انه الدرع عنده 20 يوم، ما حب انه حتى يكلم الناس انه والله نحن اخذنا الدرع الفضي من اليوتيوب او كذا. نحن عملناها مفاجاه، وعلى فكره الشباب دين اشياء بسيطه ممكن تدعمهم، ممكن تشجعهم، ممكن تغير في امزجتهم المختلفه، فكان جزء لا يتجزا من يعني الاجتهاد والمثابره في الفتره اللي فاتت انه نحن نحاول نقدم لهم حاجه بسيطه، اقل حاجه انه انت كيف تقدم لهم حاجه زي ما قال الباشمهندس يعني مرتبطه بالاحتراف العالمي. فبرو اف ام هي مساحه لكل الشباب انه يقدم شكله او يقدم افكاره بشكل يعني مواكب للتطور نحن الليله بنشوفه في عالم الميديا، فحتى الوجوه بتشعر انها هي جديده يعني لاول مره، وان كانت في بعض الوجوه المعروفه بتكون هي داعمه للفكره والمضمون. صحيح. يعني صحيح. طب بشكل عام كده خلينا نعرف المشاهدين اللي هو باختصار شديد عن برو اف ام، وشنو هي النقله اللي عملتها بحيث انه هي تكون واحده من المحطات اللي لها وضعها ومكانتها في السودان بين المحطات؟ طيب. في كثير من الناس بتفتكر انه برو اف ام هي اذاعه عمرها سنه ونص، الحقيقه انه احنا بدينا من 2014، هي كانت فترة فيها اجتهاد وتحدي ومثابرة يعني لكل ظروف الحياة السودانية احنا بنعلمها كلنا. صحيح. انه انت عايز تستثمر في الاعلام، فمن الضروري مكان انه يكون عندك رؤية ويكون عندك رسالة واضحة على اساس انك عايز توصلها للمجتمع. نحن بدينا بالشباب ومواصلين انه احنا ندعم الشباب. التحدي كان في انه انت كيف تقدم وجوه جديدة والمتلقي والمتابع السوداني يقبلها. نعم. للأمانة احنا قدرنا نحقق جزء من الحاجة دي، ولسه الخطط يعني بنزع انه نحن نحققها في الايامات الجايه، والشباب هم الوقود والدافع الاساسي لنجاح الفكره والمضمون. ان شاء الله الفتره الجايه نقدر نقدم حاجات حلوه والناس تكون مبسوطه. انا ما عاد اتكلم كثير صراحه، عايز ادي فرصه لبرضو ميساء لانه هي واحده من الاسباب الاساسيه انه احنا ناخذ الدرع الفضي، لان هي ماسكه افتكر انه جزء مهم جدا في الاذاعه ديجيتال ماركتنج او السوشيال ميديا خلينا نقول بشكل عام. طب ميساء، يمكن اسلف زميل صديق وذكر انه ليكم اكيد دور كبير جدا في قسم الديجيتال ماركتنج، لكن في ناس كثيره ما مستند عليه اللي هو كحاجه اساسيه ممكن تكون في مجال السوشيال ميديا، فخلينا معاك اللي هو نعرف المشاهد اهميه الديجيتال ماركتنج. طيب مبدئيا انا ممكن اختصر لك السوشيال ميديا عموما كده بكلمه واحده اللي هي التسويق. انت عايز تنجح، عايز توصل، سوق لحاجاتك. طيب. بياتوا اسلوب، بياتوا طريقه، بياتوا افكار، دي بقى معتمده على اي مؤسسه ومدرستها. انا بصراحه لما جيت برو اف ام انا جيت على اساس انه مذيعه واشتغلت مذيعه. طيب. لانه اصلا مما قمت يعني على هذا المنهج، ففجاه بقيت زولا عندها علاقه بالسوشيال ميديا. يعني انا زولا كان حدي صفحاتي الشخصيه، ما عندي علاقه اصلا بحكايه انه انا اكون ماسكه 4-5 صفحات وبتاعت مؤسسه، كانت بالنسبه لي صعبه. فاستاذ صديق والباشمهندس باسيا ماركو اللي هو المدير العام، انا من هنا بحييه، فكان بيقول لي ميساء شيلي فكره الخوف دي من راسك، ونحن ماشيين على مدرسه ممكن يكون ما مشى عليها زول قبل كده. فكنت بقول يا جماعه صراحه دي مجازفه، لانه انا بالنسبه لي ما حصل مشيت في الاتجاه ده. فالحمد لله بقيت كل مره اخذ فكره جديده، اخذ شكل جديد. الحاجه اللي كانت عجباني في الباشمهندس انه بيحاول يعمل حاجه ممكن يكون ما فزول جربها قبل كده، وهو الحمد لله بالرغم انه كنا يعني بنتخوف من بعض الحاجات بس قدرنا نوصل، وده دل على انه يعني الدرع ده ما حاجه بتجيبها لك مثلا الشعب السوداني بس، لا هو انت في النهايه بتشتغلي على حاجه مستوى عالمي جدا.
فالخوف الحمد لله راح. فهو كان بيقول لي الناس بتغلط لكن من الغلط بنستفيد، والحمد لله هو زي ما اقول ما اشوف السكه نميد لحد ما ان شاء الله نجيب المليون. انت هسه ذكرتي انه انت كنت ماسكه اللي هو صفحاتك الشخصيه، بعد ذاك اتجهت انك تمسكي 4 صفحات. أيوه. طيب في ناس كثيره قاعده تفهم انه كون انك تكون بتدير صفحه معناه انه انت شاطر في التسويق الالكتروني او في السوشيال ميديا. فنحن دارين شويه نوعيهم او نثقفهم في مجال اللي هو التسويق عبر السوشيال ميديا من خلال التجربه بتاعتك ونجاح اللي هو خطتك اكيد وخطه كل الشباب الشغالين معاكي في برو اف ام. طيب مبدئيا كده انا ممكن اقول لك اي زول ممكن يدير صفحه، لكن ما اي زول ممكن يستحوذ اكبر عدد من المتابعين. صحيح. ليه؟ لانه انت اذا ما فاهم يعني شنو السوشيال ميديا، لو ما فاهم يعني شنو الصوره، حتى الصوره البسيطه اللي انت ممكن تاخذها على السوشيال ميديا عموما، ما عارف حجم المعلومه اللي انت بتضعها قدر شو ممكن تتلف بسرعه، ما عارف الطريقه الصح اللي انت ممكن تسوق بها. صح. تاكد تماما صفحتك ما حيكون عندها متابعين. فهي الفكره انت لازم تاخذ في بالك انه اول حاجه السوشيال ميديا فيها اعمار مختلفه. انت حتشتغل على التراك ده كيف؟ صحيح. يعني لك ان تتخيل انت عندك زول من عمر 14 سنه لحد ممكن 40 سنه. فبتبقى في انه الموازنه بيناتهم كيف. في نفس الوقت بنحاول انه احنا نقدم حاجه، يعني كل ما احنا نضع ان شاء الله حتى لو كان فيديو دقيقتين نحس انه لا الناس عايزه تتشوق عايزه تتابع. يعني انا ممكن يكون زول ما عنده علاقه بصفحتي بتاعت الفيسبوك بتاعت برو، لكن زول متابع جدا لصيق جدا باليوتيوب، طب انا اجيبه كيف؟ صحيح. هو ده السؤال. فنحن شغالين من باب انه لازم تكون سلسله مترابطه عشان نكون عندنا اكبر متابعين. ممتاز. انا ما ادري اقول لكم السر شنو، فده يمكن اللي هو سر النجاح، الترابط والبيئه داخل المحطه والاذاعه. خلونا ننتقل الى الزميل عمر سوار الذهب، وهو الان متواجد في محطه واذاعه برو اف ام 106.6. مساء الخير عمر. مرحبا بك يا علان، ومرحبا بكل متابعي قناه البرنامج. مرحبا بكم في هذه المساحه. مرحبا بك. نعم، عايزينك اللي هو تنقول لنا بشكل مبسط الأجواء داخل الإذاعة الآن. نعم نعم، نحن الآن بصدد هنا بكلية السلامة للعلوم والتكنولوجيا داخل مباني إذاعة برو اف ام 106.6، ونبارك ونهنئ كل الزملاء الموجودين داخل القناة لاستلامهم الدرع الفضي من اليوتيوب كأول محطة إذاعية في السودان بعد تجاوز 100,000 مشترك على قناتها في اليوتيوب. نعم. وتجاوزهم أيضا ل 14 مليون مشاهد. حقيقة سعيدين جدا وإنه نكون معنا ماسيا ماركو المدير العام لمحطة وإذاعة برو اف ام. مرحبا بك وسعيدين جدا بهذا الإنجاز لكم، ونهنئكم وباسمي وباسم كل الفريق العامل بقناة السودانية 24 نهنئكم على هذا الإنجاز. مرحبا بكم، وإحنا كمان بنهنئكم. أول حاجة السلام عليكم. أول حاجة بنهني سودانية 24 كونها تجي تزورنا لحد هنا وهي قناة وكده، فده يعني احترام منكم كبير، شكرا لكم. بهني برضو كل المتابعين والمشاهدين والمستمعين بتاعين الإذاعة وبتاعين قناة سودانية 24، وإن شاء الله نقدر يعني نفيد الناس الليلة بالأسئلة الجايين تطرحوها علينا. بنبارك لكل الناس وبنبارك حتى للسودان يعني كونه أول إذاعة تحصل على دير على اليوتيوب، وده بمثابة تقدير عالمي. وفي جوائز كثيرة اللي إذاعة بتحصدها والزملاء في المحطات الثانية بتحصدها، لكن هنا بس الاختلاف انه ده تقدير جانا من برا، ونحن بننسب النجاح ده حقيقة للمحطة. النجاح ده أصلا بتاع المستمعين، هم اللي صنعوا من المحطة الانتشار ده، والعمل ده عمل بتاع فريق كبير جدا. ومن هنا برضو انا داير احيي استاذ صديق جمال موجود في الاستوديو، وميساء، شباب ديل تعبوا شديد في الفتره اللي فاتت عشان نحن نقدر نحقق النجاح ده، يعني شكرا لكم تاني. جميل. طيب يا ريت تحدثنا عن دورك انت كمدير عام لمحطه برو اف ام 106.6، وحتى دور الفريق العامل بكل المستويات وكل الصفات. حقيقة يعني الدور هو دور بتاع تكامل، يعني احنا شغالين كفريق ما كمدير رئيس ومرؤوسة وكده. الفهم عندنا هنا دائما بتاع تشاور، وفي وقت حتجي المحطة دي هتلقى غالبية المكاتب مليانة بالاجتماعات والورش،
واظن انه ده كان مفتاح النجاح لـ 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 للمحتوى اللي بيتقدم للناس. احنا الحاجه الرئيسيه اللي بنركز عليها انه نصنع محتوى جيد. بعد صناعه المحتوى هنا بيجي الدور بتاع التوزيع، يعني ما اصبحت اذاعه فقط، احنا محطه بنوزع المحتوى ده في منصات كثيره، بنوزع في السوشيال ميديا، بنوزع في الراديو، السوشيال ميديا كمان منصاتها مختلفه، كل منصه عندها طريقه معينه وعندها نوع بتاع محتوى معين، متابعين معينين اعمارهم مختلفه، الجندر بتاعهم مختلف، كان اولاد بنات، اعمارهم برضه مختلفه. فالمفتاح كان انه كل الناس دي قدرت تقعد تشوف المعادله وين بتاعت احنا نقدر نرضي كل منصه او متابعين كل منصه وكده. فما دور بتاع مدير عام او دور بتاع مدير في قسم معين، الاذاعه فيها 7 ادارات مختلفه، كل اداره قائمه بذاتها، عندها فريق معين موجود تحتها، دائما عندنا شباب جداد بيجوا. لكن برضو واحده من المفاتيح بتاعت النجاح كانت انه هتلقى غالبيه الاعمار الموجوده في المحطه اعمار بتاعت شباب، فيمكن الحاجة دي خلت المحتوى شكله غير مألوف بعض الشيء، لكن كمان طلع بيناسب لكل الناس يعني. والمواكبة بتاعت من راديو انه نقدر نربطها بالسوشيال ميديا ونستخدم نوع زي ده من التكنولوجيا، ده في حد ذاته كان تحدي وجا في زمن صعب، لكن التوفيق من عند الله يعني، والحمد لله. التوفيق ليكم ان شاء الله. طيب انا داير اعرف شعوركم كمدير وممكن اللي هو كفريق عمل لكل الإذاعة بعد استلام يعني هذا الإنجاز الكبير. يعني طبعا أول حاجة الإحساس بالنجاح دي حاجة ما بتقدر توصيفها بكلمات، لكن الفريق طبعا سعيد. الليلة انت لما تجي تجتهد وتتعب وتقدم يعني زمنك كله وتقدم تفكيرك وغيره في انك تطلع حاجة وتجي تلقى النوع ده من التقدير، ده اللي بيحفزك انك تستمر يعني. هتسأل اي واحد في الشباب هنا ما حيقدر يقول لك حاجة غير انه هو بجد سعيد. كلنا بنفتش على التقدير ما دائما ما زي يوتيوب، منصة معروفة عالميا، واحدة من اشهر البيزنسز الان، مع انه يوتيوب الليلة ما عنده محتوى. يوتيوب كبزنس بيعتمد على المحتوى اللي بنقدمه احنا واللي بيقدمه غيرنا من الناس، فكونه هو يعتمد على المحتوى بتاعك في البيزنس بتاعه وكمان يقدرك، فده في حد ذاته انت بتقدر تعرف انك انت شغال صح. ده مايلستون يعني خطوة اولى، لسه احنا عندنا خطوات تانية، مشاريع تانية كتير حنبدأ نقدم فيها، لكن حتلقى انه الناس بس مبسوطة. وبعدين اصلا في مجالنا ده صعب انك تقيم النجاح يعني. انت بتجي تقول فلان ناجح، المحطة دي ناجحة، القناة دي ناجحة، الفلاني بيقدم محتوى ناجح، لكن التقييم في المسطرة من كم؟ يعني اديني ريت، قول لي انا ماخذ 8 من 10، قول لي انا ماخذ 9 من 10، قول لي ماخذ 7 من 10. دائما ما في ارقام في الاعمال الفنية، حتى لو جيت تقيم لوحة جميلة كم من كم، لكن لما يكون في تقدير الان بالارقام تقدر تقيم انت وصلت ل 100,000، فده رقم سكور. انت دائما الشغل الفني ما فيه ارقام، فاحنا بس نظرنا لموضوع الدرع ده انه ده رقم يعني، احنا قدرنا نحدد سكور معين في المصدر، ممكن الناس تجي معانا، ممكن احنا بنساعد كل الزملاء في المجال، انه كل احنا دايرين المجال ده كله يكون ناجح في السودان، ما دايرين بس برو اف ام تكون ناجحه يعني. طيب انت ذكرت اللي هو الخطط، عايزين نعرف اللي هو رؤيتكم المستقبليه في الايام المقبله او في الفتره الجايه ان شاء الله. شوف، الرؤية اصلا انه نقدم محتوى ناجح، والرؤية المظلة الرئيسية اللي احنا بنشتغل عليها في اي حتة من الاعلام انك تكون شفاف في نقل المعلومة وغيره، وبالتالي الرؤية انك تزيد عدد المتابعين، دائما ده اهم شيء. فاحنا ما بنقدر نقول عندنا مشروع معين بعينه ده اللي احنا حنشتغل عليه، لكن نقدر نقول احنا حندرس ونشوف دائما الناس دايرة يعطونا محتوى. فالخطة بتاعتنا دائما خطة بتقبل التغيير، احنا بكرة ممكن نغير الخطة، بعد بكرة ممكن نغير الخطة، ممكن بكرة نجيب مشروع جديد، ممكن في نصه نلغيه لانه حصل له اكسبايري، لكن في النهاية الرؤية الرئيسية والمشاريع حنشتغل على انه نزيد العدد بتاع المتابعين. وده طبعا يعني احنا ما عندنا مدير برامج في الاذاعة، احنا عندنا مدير محتوى، هو ده مسؤول من المحتوى، لكن البرامج بيدير الفريق كامل بورش، بتتعامل شهرية وبتتعامل مرات أسبوعية ومرات بالمواسم.
الفريق هو اللي بيحدد المحطة تقدم شنو، بعد ذلك إدارة المحتوى بتساعد في إنه المحتوى ده يتم صناعته بطريقة. جميل جدا، إن شاء الله ربنا يوفقهم. عايزك بس في أقل من دقيقة يا ريتك رسالة أخيرة لمشاهدين ومتابعينكم عبر شاشة سودانية 24. أول حاجة أنا حاب أشكر سودانية 24 تاني إنه ده برضو تقدير واحترام منكم شديد إنكم تصلون في محلنا، ده على رأسنا من فوق. حاب أول حاجة أشكر 100,000 متابع اللي هم كانوا سبب في إنه الدرع يصلنا. تانيا بشكر طوال الإدارات والتيم العامل في المحطة كله، لأنه المجهود ده مجهودهم، الناس دي هي تعبت، هي ساهرت، هي اللي بتفكر. في ناس كانت بتحلم بالليل ما بتنوم، فبنشكر الشباب ديل كلهم على مجهودهم وبنقول لهم مجهودكم ظهر يعني. كذلك حاب أشكر كل الشركات اللي طبعا بترعى، لأنه في النهاية احنا بنعتمد على الناس دول كونه منه هم وثقوا في المحطة واستثمروا أموالهم هنا، بنشكرهم. ومشكركم برضو، بشكرك انت لجيتك يعني، وشكرا لكل الناس التابعت يعني. شكرا جزيلا، نتمنى لكم كل التوفيق وان شاء الله عقبال الدرع الذهبي. نشكرك جزيل الشكر مسيا ماركو المدير العام لإذاعة برو اف ام 106.6. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. اذا المشاهدين الكرام مستمرين معكم في هذه الفقرة مع آلاء المبارك، عودة لك آلاء. شكرا جزيلا الزميل عمر سوار الذهب، واكيد شكرنا للمجهودات المقدمه من قبل اللي هو اذاعه برو اف ام 106.6، وبنبارك لهم مجددا، وان شاء الله يا رب باذن الله مزيد من النجاحات والتفوق. ونرجع اكيد لضيوفنا داخل الاستوديو، الاستاذ صديق جمال المدير الاداري، وايضا ميساء ضو البيت مدير الديجيتال ماركتنج. طيب استاذ صديق، واحده من الحاجات خلينا نستاذ صديق دي صديق الحاجات يمكن اللي اتفقت عليها انت والاستاذ مسيا اللي هو الكوادر الشباب، يمكن دي الحاجه او الاستناد الكبير بالنسبه للنجاح الواضح الان، لكن اكيد في بيكون مغزى وراء الحاجه دي، لانه الكوادر تحديدا تكون شباب، بالاضافه برضو للحاجات اللي لاحظنا لها اللي هو اسماء البرامج بتاعتكم. نعم، ما اسماء اللي هو ناس متعودين عليها، ممكن تكون اسماء كده بتاعت شباب يعني شديد. طبعا يا هلام، يعني اي برنامج عنده طبعا اهداف وعنده رساله انت بتحاول توصلها، دي الاشياء الطبيعيه والعاديه. لكن خلينا نعرف الاذاعات دي، ممكن انا اعرف النوع الاذاعات المرئيه دي ممكن شنو يعني. دي الاذاعات المبنيه على الانتاج المستمر، مربوطه بانك انت دائما تكون مدهش، لازم تكون انت خلاق، لازم انت كل يوم تجيب افكار جديده. صح. الحاجه دي محتاجه منك وقت طويل ومحتاجه منك زمن في التفكير، يعني نحن 24 ساعة بنكون قاعدين نفكر عشان نجيب أفكار جديدة، عشان نختار مواضيع مختلفة. كل المواضيع المطروحة لازم تتماشى مع العادات والتقاليد والقيم السودانية، مع الأخذ في الاعتبار إنه إحنا ليلة بنشوف في السوشيال ميديا بيحصل شنو. في بعض الحاجات قد نختلف أو قد نتفق عليها، لكن الآن هي موجودة وأصبح للأسف الشديد عندها قدر كبير من المتابعات. فنحن زي ما بقولوا دخلنا في الجزء ده وحاولنا نقدم محتوى يكون فيه نوع من المواكبه، وفي نفس الوقت يكون فيه نوع من الإدهاش. الحاجه دي بتتطلب انك انت تجرب ومتخف. يعني احنا لما نيجي نقدم برنامج او نقترح برنامج، كثير من الناس بيقول لك لا البرنامج ده ما يكون كده. فزي ما قال لك الباشمهندس، نحن بنعمل ورش دائما، بنقعد كشباب بنطرح الفكره، بعد كده الناس بتتكلم، بنصل لحاجه معينه بنبدا ننفذها. يعني عندنا بعض البرامج اللي خلقت يعني خلينا نقول جماهيرية كبيرة، مثلا زي نجوم في الفخ، هو برنامج بسيط فكرته عادية وموجود على فكرة في عدد من القنوات العالمية، لكن احنا حاولنا نخد فيها البصمة السودانية حقتنا. نجومنا من حقهم انهم يصهروا كنجوم، من حقهم نطلعهم من النوع الشكل النمطي اللي بيطلعوا به دائما، انه والله انت كلمنا عن بداياتك، كلمنا على المشاكل اللي انت مريت بها. الحاجات دي قد تكون عاديه وتقليديه، لكن خلينا نمشي لابعد من كده، نشتغل نوع من الترفيه المفيد. يعني الليله مثلا نجوم في الفخ، انا عندي 5 افخاخ، الفخ الاول امثال سودانيه ما بعيد عن عاداتهم وتقاليدنا وثقافتنا السودانيه. الفخ الثاني مرتبط بالرياضه، بنطرح اسئله معلومات عامه عن الرياضه عن المطبخ السوداني والى اخره. صحيح، يمكن كل الجوانب انتم اخذتوها فيما يخص اللي هو برنامج نجوم في الفخ. البرامج لسه كثيره جدا، ودي الحاجه اللي انا عارفها طبعا، لكن خلينا اللي هو نمشي لميساء ونعرف معك اللي هو الفرق بين مشاهدات اليوتيوب والفيسبوك. ناس كثيره بتفتكر انه الفيسبوك لا يقل أهمية ممكن نقول اللي هو عن اليوتيوب، فعن تجربة ترين نعرف معك الفرق.
طيب هو على فكرة الحاجة دي ممكن تلقى زول بيحضر يوتيوب بس ما عنده حساب في الفيسبوك. يعني الفيسبوك تقريبا في ليفل معين، في زي ما بنقول عليها حاجات معينة لازم يكون عندك أنت، بعد ذلك ممكن يكون عندك حساب في الفيسبوك. لكن اليوتيوب ده أنا ممكن أكون فاتحة اليوتيوب من باب إنه عايز أشوف حاجة، فبديني مقترحات بتاعت برامج أو مقاطع وغيرها، بتبقى في إنه أنا أصمم مقطع كيف عشان أنا أجبرك أنت كمتابع أو مشاهد جديد عابر إنك تضطر تدخل على الفيديو ده. فبالتالي أنت أول ما دخلت الفيديو ده أنا كده ممكن أكون كسبتك كمشاهد. لكن طبعا الفيسبوك لازم أعمل لك إضافة، لازم يكون عندي حساب، تفاصيل كلنا عارفينها دي. لكن إحنا صراحة يعني شغلنا على السوشيال ميديا على قدر ما متعب، لكن برجع بقول لك إنه في حاجات كانت بتسهل علي جدا، ألا وهي إنه المبدأ بتاعنا إحنا في الإذاعة كنا شغالين بمبدأ إنه زي ما قال صديق إحنا بنجازف وبنخاطر. أي نعم في خوف بإنه يا رب الحاجة دي حتفشل ولا ما حتزبط، لكن برجع بقول لك إنه الحاجة كانت مساعدانة جدا إنه عندنا تفكير متجدد. وصراحة إحنا مجال الإعلام محتاجين دائما الإدارة إنها تكون عندها تفكير متجدد، ده غير إنه بتديك الفرصة. فهي كانت دائما إدارتنا بتقول لك أعمل الحاجة أنا أشوفها. يعني فكرة إنه في ناس بنلقى في مؤسسات إعلامية كثيرة قبل ما يشوف الحاجة بيرفضها. صحيح. نحن عندنا مبدأ أوكي ورينا. لدرجة إنه حتى لما تعمل الحاجة بيقول لك مثلا لو عملتها بالشكل ده بتلقى إنه في جهات، يعني أنا ممكن أكون زولة عندي علاقة بتاعت السوشيال ميديا ده مجالي حاليا بقى مجالي، صديق ممكن يديني وجهة نظر، زول تاني يديني وجهة نظر. فهي الحكاية كانت شراكة. فهي دي الحاجة اللي خلت نحن نوصل للحاجة دي. فما عندنا مبدأ إنه ده المدير ده، لا. فهي الفكرة إنه الناس أفكار مع بعض تتلاقح. أنا تأكدت منها، أنا ما قلتها ما تقولي لي يا أستاذ. بس في حاجة صغيرة دار أضيفها لميساء، الفرق بين الفيسبوك واليوتيوب. فيسبوك موقع اجتماعي كل الناس جغرافيا موضوعين معك بتصاروا لك، لكن يوتيوب موقع بتاع بحث، أنت بتكتب الحاجة اللي أنت دائرها. ده بيعني إنه نسبة الوصول للشخص بتكون أقل، محتاج إنك أنت فعلا تكون مؤثر تكون فعال. يعني اللي أنا عايز سودانية بكتب سودانية 24، عايز برو اف ام أكتب برو اف ام، دي بتديك مؤشر حقيقي. عشان كده في درع اليوتيوب. يعني فيسبوك ما عندهم درع، ما عندهم مؤشرات بتاعت مقياس واضحة. فيوتيوب من الصعب جدا انك تصل لارقام كبيره. صحيح. لان الحاجات دي بتتطلب حاجات كثيره، تسجيل القناه، حساب بنكي، موقع جغرافي، تفاصيل كثيره. فعشان كده يوتيوب لما انت تصل ل يعني واحد من الارقام المميزه ابتداء طبعا بال100,000 بيديك تقدير اللي هو الدرع الفضي، وبيصلك لحد عندك حتى مجان، ما بتدفع حتى تكاليف الترحيل. فده تقدير عالمي نتمنى ان احنا نكون قدره، لكن لولا ال100,000 نحن ما كنا موجودين. ونتمنى في المرات الجايه نقدر نقدم حاجه احلى وافضل، وندي فرصه للشباب الكثير اللي عايز يظهر وبيمشي من باب الاستقبال بيقول لولا انت ما تصبح. والحاجه دي حاولنا نغيرها بقدر الامكان، واثرنا على نفسنا حتى نطلع من موضوع الاعلام. انا اصلا مذيع لكن في القناه ما موجود مذيع، فموجود اداري عايز ادي فرصه للشباب انه يكون موجود. معناه انك كبرت يعني يا صديق، لسه ما شاب ولا شنو؟ لا والله، لكن بس ندي الشباب فرصه. صحيح. مرات الزول ما ياخذ زمن وزمن غيره. ندي فرصه للشباب اللي بعدين يستفيدوا ويمشوا لقدام. صحيح. طب خلينا نتكلم شويه اللي هو عن الاقسام. وانتم في برو اف ام عندكم 7 اقسام، دلينا نعرف اللي هو مدى الشراكه بيناتها، ويمكن في اتفاقيه واضحه زي ما ذكرت ميساء انه بيكون في اراء متبادله، فالحاجه دي مهمه جدا في الاداره. طبعا يا هلا، دي نقطه مهمه جدا، واحده من الاسباب الاساسيه لنجاح المؤسسات وفشل المؤسسات. لازم يكون عندك سيستم، لازم يكون عندك نظام، لازم يكون عندك تشبيك مع الادارات. يعني احنا بنبدا زي ما قال الباشمهندس، عندنا الاداره العليا، عندنا المدير الاداري، عندنا الاداره التنفيذيه، عندنا إدارة المحتوى. نحن ما قاعدين نقول إدارة برامج، نحن نقول إدارة محتوى، لأنه بنفتكر إنه كلمة محتوى أعمق وأكبر من قصة برامج. ليه؟ لأنه بتتضمن مواضيع كثيرة. نحن بنشعر وبنأكد دائما إنه المايك ده مشكلة كبيرة، ممكن يرفعك وممكن ينزلك. ده أول درس بنعلمه لأي زول بيسخر في الإذاعة إذا كان على المستوى المرئي أو المسموع. أنت لازم تغيم هذا المايك على اساس انك انت تمشي لقدام وتحقق الاهداف الاستراتيجيه للمؤسسه والاهداف اللي بتهم المتابع والمستمع اللي بيحضرك من خلال المحطه. عندنا الحد الاتش ار، في حاجه ثانيه مهمه نحن برضو قاعدين نعاني منها في الاعلام، لازم توفر لاي شاب ابجديات العمل الاعلامي اللي هي البيئه. حسنا. يعني البيئه دي مهمه جدا على اساس انه الفنان او المبدع يقدر انه يشتغل. صحيح. فدي واحده من الحاجات الاساسيه اللي الاداره كانت مؤمنه بها ومدركه يعني بقيمتها وقدرها. يعني لازم يكون فيها صالحه،
لازم تكون أشبه بسياحة خلينا نقول إعلامية. لما نيجي نزول في الإذاعة نوري الحاصل شنو، ونحن عايزين التجربة دي تكون موجودة في كل الإذاعات السودانية، لأنه بفتكر إنه الإعلام السوداني من حقه يكون موجود في بيئة صالحة للعمل الإعلامي. صحيح، يمكن دي نقطة مهمة جدا زي ما ذكرتها. واحدة برضو من الحاجات اللي انت ذكرتها قبل شوية اللي هو المغامرة. نعم، يمكن دي هي موجودة في كل حتة، لكن بالخصوص انت ذكرتها الآن في ذات برو اف ام انكم بتغامروا او بتعملوا حاجات ما تعملت قبل كده. فشو الحاجات ممكن تخليكم انكم مطمئنين او واثقين انكم ماشيين في خطة ممكن تكون صحيحة وخطة ثابتة بحيث انكم اكيد تطوروا في مجال الإذاعة السودانية؟ طيب الإجابة على السؤال ده ممكن تكون سهلة وممكن تكون صعبة على فكرة. يعني في العبارات الرنامة خلينا نقول والعبارات الأدبية الجميلة اللي عايزين شباب، لا نحن برضو عندنا معايير ومقاييس مفترض انها تكون موجود عند الاعلامي. ثقافه، الاطلاع، المعرفه، المواكبه، دي حاجات اساسيه مفترض تكون موجود عند اي اعلامي. ما معناته ان احنا يزول بيجينا لا بندي الفرصه، انا بديك اجربك، لكن ببدا اقرا. انا بتابع السوشيال ميديا، بشوف الشباب قاعد يقدم شنو. بنعمل اختبارات لكل الناس، وعلى فكره معظم الموجودين في الاذاعه الان قبل كده ما يشتغلوا في الاعلام. والأجمل من ده وده نظرة للمرأة السودانية، خلينا نقول 85% من الكادر بتاع الإذاعة نساء. يا سلام، وأثبتوا جدارتهم صراحة، وخلينا حيهم فردا فردا، وهم حتى اللحظة ونحن بنتواصل هم الآن متابعين البرنامج، فخلينا نحييهم تحياتنا، فأثبتوا إنهم هم قادرين يقدموا تجربة محترمة، فأنا بحييهم صراحة. ونتمنى في المرات الجاية نقدر نقدم أحلى وأجمل من الحاجة نحن بنعمل فيها الليل، لأنه أنا نحن آسف جينا نخاف من القصة دي صراحة. انه مثلا انت يبدا تدير على الفضل وبعد كده في شنو؟ صحيح، ده السؤال احنا قاعدين نحاول نجاوب عليه الليله في الايامات الجايه. اكيد ميساء قدره، انا متاكده جدا ان شاء الله انت وكل الشباب باذن الله. دي الان اصبحت اللي هي مسؤوليه يا صديق. نعم، وهي مسؤوليه متبادله يعني طبعاً ما بيناتكم باذن الله، واكيد متطلعين لنجاح الاذاعه ان شاء الله، والدرع الذهبي 24 قراط يكون لكن ان شاء الله تدونا منه لانه اسم البرنامج وكذا. انتم نديكم اي حاجه. شكرا لك. والله انا سعيده بكم جدا، وبتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق والنجاح، ونجاحكم اكيد من نجاح كل المحطات الاذاعيه السودانيه المسموعه والمرئيه، ويمكن دي هي شهاده وفخر بالنسبه لنا نحن كسودانيين. وان شاء الله بنستنى منكم المزيد زي ما ذكرت، والشباب هم زي ما بيقولوا العصب الأساسي لكل نجاحات. كلمة أخيرة أو مساعة أخيرة لكل المشاهدين؟ الكلمة الأخيرة ده أنا أخليها للنساء بعنصر النسائي. تكلمت كثير نديها حقا يعني. طيب أنا والله يا أخي أول حاجة بشكركم على الاستضافة دي واهتمامكم أكيد بأنه إحنا ناخد الدرع واحتفلتوا معنا على السودان. إحنا نعتبر يا صديق شوفي احتفال طبعا. شكرا لكم كثير كونكم قناة اهتمت بالحاجة دي. الشكر خاص جدا 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 صراحة لبشمهندس ماسيا ماركو لأنه ساعدني كثير جدا في الموضوع ده، وإنه أنا أقدر أصل للمرحلة دي أصلا. إضافة لأنه كده شكر كامل لكل التيم في برو اف ام، وشكر خاص طبعا للموظفين معي في المكتب، ديزاينر تحديدا لأنه متعبهم جدا، أمل، أمنية، غيداء، عبد الرحمن، وحتى ماريا. أنا بشكرهم جدا لأنه بصراحة هم ممكن يكونوا برضو سبب أساسي في إن إحنا نصل المية كي. شكرا كمان لكل المشاهدين، وإن شاء الله يا رب نقدر نصل المليون من خلال محتوى يليق بالمجتمع السوداني ويكون مفيد، لأنه إحنا مبدأنا نحن دائما طبعا أعطي الجمهور ما يحتاجه لا ما يريده، لأنه طبعا أي زول ممكن يكون محتاج يعني عايز حاجة، لكن ما يعني في فرق ما بين الحوجة وما بين إنك عايز. فإن شاء الله نقدر نوصل ونقدر نقدم محتوى يليق بالمشاهد السوداني إن شاء الله. وبندعمكم بكل المحبة في الدنيا. شاكرين لكم جزيلا الأستاذ صديق جمال المدير الإداري لإذاعة برو اف ام 106.6، وميساء دول بيت مدير الديجيتال ماركتنج في ذات برو اف ام 106.6. شكرا لكم كنت ضيوف معنا في 24 انت كنت في الفخ معنا برضه كنت استعد لفخ جاي ما استعد لك اوكي شكرا لك. اذا مشاهدينا الكرام فاصل قصير ومن ثم نعود معكم مره ثانيه.